حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في القسم الثاني من برنامج في المنتصف، والذي نناقش فيه ما تناولته الصحف فيما يتعلق بالعلاقات التركية الروسية بعد استهداف نظام الأسد لقوات تركية أدت إلى مقتل 8 جنود أتراك، ما دفع تركيا إلى الرد واستهداف قوات الأسد مخلفة أكثر من 30 قتيلا حسب الرواية التركية. ولكن هذه التصعيدات أدت إلى خلاف تركي روسي، بل وخطوات تركية تظهر حجم الغضب من محاباة روسيا لنظام الأسد. نتابع ما نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز حول هذا الخصوص ثم نستكمل الحوار. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لمراسليها أن العلاقات التركية الروسية تشهد لحظة امتحان حول سوريا وليبيا والغازة، وجاء فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجد أفضل طريقة لإظهار غضبه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي زيارة أوكرانيا، وهتف وسط استقبال حرس الشرف له في القصر الرئاسي في كييف هناك: المجد لأوكرانيا. جاء اختيار أردوغان لهذا الشعار مقصوداً، فهو هتاف المطالبة بالحرية والمرتبط بالمشاعر المعادية ضد روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. وترى الصحيفة أن كلمات أردوغان هو توبيخ واضح للرئيس بوتين، فقد تعرض التحالف البراغماتي بين تركيا وروسيا في الشرق الأوسط لامتحان بالهجوم يوم الاثنين على الجنود الأتراك في شمال سوريا. فبعد هذا الهجوم والتوترات في ليبيا وأسعار الغاز، فإن العلاقة بين موسكو وأنقرة والتي عبرت دول الناتو عن قلقها منها ليست مستقيمة كما تبدو. وقال مسؤول تركي: من الإنصاف القول إنها ليست علاقة سهلة، ومن السهل على بعض المسؤولين والمعلقين الغربيين القول إن تركيا أدارت ظهرها للغرب، مثلما أننا نصطف بالكامل مع الروس في كل شيء، فهذا ليس هو الحال. وفي رد أنقرة على مقتل جنودها، ألغت تركيا الدوريات المشتركة مع القوات الروسية في سوريا في وقت حملت فيه موسكو أنقرة مسؤولية مقتل جنودها لأنها كشفت عن مكان وجودهم. ومثلت الحرب في سوريا التي تدعم فيها تركيا المعارضة فيما تقف روسيا مع نظام بشار الأسد معضلة شائكة في العلاقات بين البلدين. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف العميد الدكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. تطورات وتداعيات كبيرة ومتتالية في إدلب بين نظام الأسد وبين تركيا، كيف تؤثر هذه الأمور على العلاقات التركية الروسية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في الواقع طبعا الأمر ليس سهلا بهذه الدرجة، هناك توتر كبير في العلاقات. طبعا يستغل هذه الناحية جيش نظام الأسد الذي أصبح يعج بالمرتزقة والشبيحة والقوات يعني غير انضباطية أساسا، وحتى يعني بقايا فيلول نظام الأسد الموجودة في إدلب هم عبارة عن شبيحة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والفرق 25 وقوات الأمن الذين طبعا يمتازون يعني كثير من قلة الأخلاق وقلة الانضباط وتعفيش البيوت. فهؤلاء يعني طبعا يتصرفون بطريقة غير مسؤولة حتى على مستوى القيادة، يعني على مستوى القيادة التي أصبحت تابعة، يعني القيادة المتمثلة مثلا ببشار الأسد وعلي أيوب ورئيس الأركان. طبعا هؤلاء يعني أصبحوا ليس لديهم قرار، وإنما هم ينفذون ما يمليه عليهم طبعا القيادة الإيرانية والروسية التي تقود العمليات في إدلب. طبعا هذا الموضوع ينعكس سلبا على العلاقات الروسية التركية التي هي بالأساس يعني واسعة من يعني من حيث الاقتصاد وعلاقات طبعا دبلوماسية طبعا كانت قوية. ويعني بالنسبة للروس أتوقع أنهم سيفكرون يعني كثيرا قبل ارتكاب أي حماقة، لأن التركي يعني عندما يهدد طبعا ينفذ، ونفذ يعني بعض الشيء قصف على وحدات موجودة لنظام الأسد على الأراضي السورية. يعني ليس طبعا من مبدأ الغطرة سواء، إنما الأتراك كل العالم يعرف بأنهم هم
كانوا طرف مع الروس في المفاوضات التي جرت فيها ستانة من أجل الوصول إلى حل سياسي، لكن طبعا الأمور معقدة في في سوريا وتحتاج إلى يعني أتوقع أكبر من هذا الزخم من أجل أن يكون هناك حل سياسي. وطبعا من قاموس نظام الأسد الحل السياسي غير موجود. نظام الأسد من يستمع طبعا إلى يعني محطات التلفزة والمحللين والأبواق التي تنهق باسم نظام الأسد يعني يتكلمون بكلام غير مسؤول، علما أن يعني في ميزان القوى والوساط طبعا لا يساوي شيء نظام الأسد يعني جيش. ولكن هذه الخطوات من جانب نظام الأسد أليست بضوء أخضر من روسيا وموافقة روسية على هذه التصرفات من نظام الأسد؟ يعني طبعا هو نظام الأسد طبعا هو والميليشيات الشيعي الإيراني هم القوات البرية التي تقوم بالاقتحام حاليا. الروسي طبعا في الجو، يعني المنفذ لهذا الموضوع طبعا نعزيه لأمرين. الأمر الأول طبعا نظام أسد الطائفي في دمشق طبعا لديه غرور عندما يجد أن دولة كبرى مثلا مثل روسيا، دولة يعني على مستوى دولي بهذه القوى العظمى، طبعا هو يصيبه الغرور. ولذلك لأن كل أنا يعني أقولها منذ زمان، عقيدة جيش نظام الأسد العدو الأول له في المنطقة هو تركيا. وطبعا عندما لم تكن روسيا موجودة في سوريا في عام 1998 عندما توترت العلاقات بين الأتراك وبين سوريا على أثر يعني احتضان حافظ الأسد لأوجلان، طبعا يعني وجدنا أن النظام السوري وقتها كان يرتجف. والآن لولا أن مثلا وجود ضوء أخضر من روسيا ووجود روسيا على الأراضي السورية طبعا لوجدت بشار الأسد الآن يعني يموت خوفا ويبتعد من هذا الموضوع، لأنه ليس يعني هو بحساب قوته العسكرية لا يعني لا يعد واحد بالمليون من قوة الجيش التركي. فلذلك هو الآن ما يقوم به هو يعني بقرارات وبإعلاناته يستند إلى طبعا القوات الروسية والإيرانية الموجودة على الأراضي السورية المحتلة طبعا، لأنه يعني هذه طبيعة أيديولوجية عند نظام الأسد يعني أخذها من الأجداد. يعني يوم من الأيام جده وسليمان الأسد كان عندما يعني سند نفسه أو شد ظهره بين قوسين بفرنسا أرجو أن لا تخرجوا من سوريا لأننا نحن ضعيفين وسيأكلنا الشعب السوري. وهم يعتبرون بالفعل أن الشعب السوري هم يعتبرون أن الشعب السوري عدو لهم بمختلف طوائفه، يعني بين قوسين المعذر الدرزي والمسيحي والسني والسمعولي وغيرهم، جميعهم يعتبرونهم هم أعداء لهم ويعتبرون نفسهم هم يعني شعب الله المختار والمظلومية. طيب. وإلى غيره. طيب دكتور عبد الله، كيف يمكن استشراف الرد التركي في المستقبل؟ يعني هل من الممكن أن تزيد تركيا من دعمها لفصائل المعارضة التي تقاتل نظام الأسد ردا على الصمت الروسي حيال هذه التجاوزات من نظام الأسد؟ طبعاً أنا قبل قليل كنت يعني أستمع إلى طبعا إعلام نظام أسد قبل قليل وسمعت تصريحات طبعا لبعض الأبواق الموجودة. طبعا هم يعني مغرورين كثيرا جدا. أنا أتوقع نتيجة هذا الغرور الذي طبعا يمارسونه على الإعلام والبيانات. طبعا وزارة الخارجية قبل قليل أصدرت بيان أو اليوم أصدرت بيان طبعا عن الموضوع التركي. أتوقع أنهم سيكونوا مغرورين وأن النظام التركي نعم سيزيد من عملياته تجاه هذه الدولة المارقة. نظام أسد هو عبارة عن دولة مارقة لا يهمها الشعب. في كل دول العالم يعني يعرف بأن الشعب هو مصدر السلطة. ديمقراطية هي حكم الشعب، ديموسكراطية هي حكم الشعب، ولكن نظام أسد هي مجموعة من الكلبوقراطية التي تستعمر الشعب ولديها أطماع استعمارية في هذه البلد من أجل نهب ثروته وتدميره، وهو يعني يعمل على مبدأ العمالة والخيانة طبعا ضمن أجندات. ماذا عن فصائل المعارضة دكتور؟ سألتك أنا عن فصائل المعارضة، هذه فرصة ربما يقول البعض لفصائل المعارضة لكسب المزيد من الدعم
عودة القتال أو عودة السيطرة على بعض المناطق التي سلبت منها من نظام الأسد، ومواجهة نظام الأسد مرة أخرى بقوة أكبر من التي سبقت؟ طبعا أنا الآن سأجاوبك على سؤالك، لأنه أنا لم أكن أريد أن أقول يعني، أما الآن هذه الفصائل التي تراها والذي للأسف الشديد البعض منهم ينكر المعروف، هذه الفصائل لولا أن يكون لها دعم قتالي بشكل مستمر لا تستطيع على القتال المستمر. يعني من يعرف العمل العسكري والعمل التكتيكي والإمداد القتالي يعلم بأن هذه الفصائل تمد يعني بأسلحة هي التي أوقعت الآن أمام ثلاث جيوش، المحتل الروسي والمحتل الإيراني ونظام أسد الطائفي. يقف أمامه الآن الجيش الوطني وميليشيات حزب الله. تفضل. وميليشيات حزب الله أيضا. نعم، هؤلاء حزب الله هم يعني عندما نقول المحتل الإيراني هم أذرعه في المنطقة، الباكستاني والأفغاني وغيرهم. فهؤلاء يواجهون ثلاث جيوش أمامهم ويقارعون وينزلون بها خسائر فادحة ويأكلون صفعات قوية. طبعا لولا هذا المد والمخزون لما استطاعوا أن يصمدوا. فلذلك يعني الآن هو رد جميل لمن طبعا دعمهم، لأن من أصل 117 دولة كانت مجموعة تسمى مجموعة أصدقاء سوريا، يعني أمام العالم كلياته الآن لم تبقى من مجموعة أصدقاء سوريا سوى تركيا. هذا الكلام يجب أن يعرفه السوري قبل أي أحد في العالم، بأن الآن هؤلاء الذين يقاتلون بإمداد قتالي ويصمدون وصمودهم أمام ثلاث جيوش ما هو إلا هناك يعني وقوف دولة صديقة كتركيا طبعا إلى جانبهم. ويجب أن لا يغفل عن جميع بأن مجموعة أصدقاء سوريا أسست بقرار دولي، بقرار دولي وليس في الزواريب، وإنما أمام العالم بأكمله، بأن هناك مجموعة سميت مجموعة أصدقاء سوريا لمساعدة الشعب السوري للتخلص من الطاغية. ومسودة جنيف التي تم إعدادها أسست على هذا البيان من خلال القرار 2254 والقرار 2118. فلذلك نحن يعني لا نتكلم ولا نختبئ وراء أصابعنا. فالفصائل طبعا تستغل هذا الموضوع، والفصائل ليست نائمة. ومن يعرف بالتكتيك والاستراتيجية ما قام به الجيش الحر من هجمات معاكسة ومن هجوم الريف الشرقي لحلب من منطقة الباب باتجاه تل رحال والدغباشية، هذه لها قوة كبيرة بأن العزم ما زال متوقد، وأن الجيش الوطني يحتفظ بقدرته القتالية وقادر على هزيمة بإذن الله الإيراني المرتزق والمحتل الروسي ونظام أسد الطائفي عما قريب. وسيرون بأن هؤلاء الأبطال الذين يصمدون بكل أنواع يعني بكل أنواع السلاح الموجود معهم من سلاح خفيف ومتوسط يصمدون أمام قوى جوية وبحرية وبرية كبرى، وعلى الرغم من أن أهاليهم شردوا وأهاليهم نزحوا من المنطقة، وكان الله بعونهم على ما يتحملونه من مقارعة هذا العدو الغاشم. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك سيادة العميد الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. نشرت صحيفة العرب الجديد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، والتي أمهل فيها نظام الأسد شهرا واحدا للتراجع خلف نقاط المراقبة في إدلب. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الهجوم على الجنود الأتراك في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا، معتبرا أن النظام السوري يقوم باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة. وأشار أردوغان إلى أن الرد على انتهاكات النظام بعد الآن سيكون مباشرة على جنوده. ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم فإننا سنرد بشكل مباشر ومن دون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم، مشددا على أنه إن كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على عدم استخدام حقنا في القيام بذلك بأنفسنا. وأضاف إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير شباط الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك. وأضاف أردوغان قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب،
وستقوم بعملية عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة. وتابع أردوغان: مطلبنا الوحيد من روسيا هو تفهم حساسيتنا في سوريا بشكل أفضل. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أمس الثلاثاء إن بلاده ستواصل الرد على النظام السوري إذا كرر استهدافه القوات التركية في إدلب. وشدد شاوش أوغلو خلال اجتماع تحت عنوان آسيا من جديد بخصوص سياسة تركيا الخارجية على أنه لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال الهجمات التي تستهدف قواتنا في إدلب، قمنا بالرد وسنواصل الرد إذا تكررت. وأضاف أوغلو: تقع على عاتق روسيا مهمة كبيرة في إيقاف وقاحة نظام الأسد التي زادت في الآونة الأخيرة. ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي التركي سيد مصطفى حامد أوغلو. سيد مصطفى أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك. سيد مصطفى، كيف تستشرف مستقبل العلاقات بين تركيا وروسيا في ظل هذه التحركات وهذه التطورات في مدينة إدلب؟ أولا تركيا ترى أن يعني ما قامت به قوات النظام ليس بإرادة قوات النظام، وإنما بإعادة من روسيا، أي أن روسيا هي وراء هذه العملية التي قامت بها بعض الميليشيات بالهجوم على القوات التركية. لذلك تركيا تعتبر أن يعني المحرض والمسؤول الأساسي هي روسيا. لكن هناك علاقات مهمة، علاقات تجارية وعلاقات استراتيجية صراحة مع روسيا. لا أظن أن هذه يعني هذا الأمر سيؤدي إلى تأزم العلاقات الروسية التركية بشكل كبير، لأن تركيا لا تريد أن تفرط صراحة بالعلاقة مع روسيا، ولا روسيا تريد أن تفرط بالعلاقة مع تركيا. لكن ربما كانت هذه الحادثة بمثابة إثبات لقوة وصلابة الموقف التركي، وأن تركيا اليوم لا يمكن أن يكون تنازل أكثر مما تنازلت أو صبر أو سايرت التصرفات الروسية. نعم. حتى هذا اليوم الكثير سيد مصطفى يقول بأن يعني روسيا وتركيا هم أصدقاء، يعني هناك صداقة بين البلدين وتحالف ربما. ماذا تريد روسيا عندما تقوم بهذه المؤامرات، عندما تدعم نظام الأسد أو توجهه ربما كما قلت حضرتك بأنها توجهه للقيام بمثل هذه التجاوزات وهذه الانتهاكات؟ أنا قلت أكثر من مرة وعلى قناتكم أن هناك حرب غير مباشرة، أو إذا يمكن أن نقول عنها أنها حرب بالوكالة ما بين روسيا وما بين تركيا، وأيضا هناك حرب غير مباشرة ما بين تركيا وأمريكا وما بين تركيا وما بين إيران. طالما أن تركيا تدعم الفصائل المسلحة المعارضة السورية وروسيا تدعم النظام، هذا دليل على أنه هناك حرب بينهما على الأرض السورية. لكن أيضا هناك كثير من الملفات بحاجة كل بلد إلى البلد الآخر، لذلك لا يمكن أن يعني أمريكا لم تستطع أن تتجاوز الدور التركي، ولا روسيا أيضا تريد أن تفرط بالدور التركي. لكن كل ما تقوم به روسيا هو بمثابة محاولة الضغط على تركيا وابتزاز للموقف التركي من أجل تنازلات أكثر. صراحة كلما تحسنت العلاقات التركية الأمريكية أو التركية الأوروبية حتى، نجد أن هناك تحريك للملف السوري من أجل الضغط على تركيا. لذلك روسيا تريد أن تبقى تركيا محتاجة لها أو بجانبها، لكن تقوم بهذا الأمر من خلال الضغط على تركيا وليس من خلال تقديم تنازلات لتركيا في خاصة في الملف السوري. طبعا تركيا قامت بإجراءات مضادة لهذا الفعل الروسي. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان زار أوكرانيا، ومعروف طبعا حجم العداء بين أوكرانيا وبين روسيا. وكذلك تركيا ألغت نقاط أو دوريات المشتركة بينها وبين روسيا. هذه الأمور كلها كيف ستؤثر على العلاقات بين البلدين؟ هذا الأمر يعني يتوقف على مدى التجاوب الروسي صراحة للمقترحات التركية، أو يعني ما تطالب به تركيا. تركيا دائما تريد أن يكون هناك يعني حفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن يكون هناك دفع لمسيرة عملية السلام
وأن يكون هناك حلا في سوريا يرضي الجميع. لكن الخلاف ما بين سوريا وما بين تركيا وما بين روسيا أن روسيا ترى أن أي معارض للنظام هو بمثابة كونه إرهابي ويجب القضاء على كل يعني المعارضة، يجب إخضاع المعارضة. هناك اختلاف في وجهات النظر صراحة، لكن كما قلت أن روسيا لا تمتلك كل يعني الأوراق التي تستطيع أن تلعب بالملف السوري. روسيا عندما جاءت إلى سوريا قالت لأنها تريد القضاء على الإرهاب وفي فترة وجيزة، اليوم لها ما يقارب 3 سنين ولم تستطع تحقيق هذا الهدف. هي بحاجة إلى تركيا، وتركيا موجودة داخل سوريا. أظن أن سيكون هناك على الأقل يعني تجميد أو تبريد لما حدث في إدلب، ومن ثم إعادة المفاوضات ومن خلال لجان مشتركة ما بين روسيا وتركيا. فيما يتعلق بالدعم التركي لفصائل المعارضة السورية، هل ستزيد تركيا من دعمها لفصائل المعارضة؟ ربما يكون الدعم مختلفا عما سبق، ربما يكون تطورا نوعيا في الدعم، ما رأيك؟ برأيي أنا يعني أن هناك صراحة غموض وعدم وضوح في وجهات يعني أو التقارب من ملف اتجاه ملف السوري. نحن نعلم أن هناك المعارضة وهناك كثير من الأقلام تضغط على الحكومة التركية بأن يكون هناك تقارب مع النظام السوري، أي أن الحل سيكون من خلال يعني الاتفاق أو من خلال التصالح مع النظام السوري. لكن برأيي يجب أن يكون هناك رأي آخر، وهو أن لا يعني أمن قومي لتركيا في وجود النظام في سوريا، ولا يمكن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا في حال بقاء هذا النظام. يجب أن يكون هناك دعم للمعارضة ودعم للفصائل من أجل لجم يعني هذا التمدد. شكرا. ودعم هذه الميليشيات التي تريد اجتياح إدلب لكي تنهي وتنسف العملية السلمية بأكملها. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي التركي سيد مصطفى حامد أغلو، أشكرك على مشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع أخبارية. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج في المنتصف. لا يسعني إلا أن أشكر من شاركنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.